مواجهات جديدة بين قوات الأمن اليمنية وناشطين من الحراك الجنوبي أدت إلى وقوع ضحايا بين الطرفين، بينما أغلق محتجون الطرق في مدينة عدن تحت شعار العصيان المدني. مصادر أمنية قالت أن الاشتباكات اندلعت عندما تدخلت قوى الأمن لفتح طرقات أغلقها أنصار الحراك الجنوبي احتجاجاً على مصرع 5 أشخاص في عدن على أيدي الشرطة الخميس الماضي، وذلك عندما خرجت مظاهرتان، إحداها لدعاة انفصال الجنوب والثانية نظمها إسلاميون يدعمون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. هناك نوع من الانتقادات موجهة للحراك الجنوبي بأنه لم يقبل بالرأي الآخر، رغم أنه عبر عن رأيه بمطالبه بالانفصال لسنوات طويلة، ويقال أنه ضاق ذرعا بمن عبروا من الجنوبيين الوحدويين وكانوا بمئات الآلاف في ساحة العروض يوم الخميس الماضي، ولذلك هذا ما يحدث هو رد فعل أولا على مستوى العنف الذي واجهت به قوات الأمن نشطاء الحراك الجنوبي. العشرات من الناشطين نزلوا إلى الشوارع في أحياء خور مكسر والمعلة والشيخ عثمان ودار سعد في الصباح الباكر، حيث قاموا بقطع الطرق عبر حرق إطارات سيارات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الجيش. كما اندلعت اشتباكات في المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت الجنوبية، حيث أطلقت الشرطة النار على المحتجين. وقد ذكر مصدر محلي أن مديريات عدن السبع بدأت اليوم عصيانا مدنيا دعا إليه الحراك، ما أدى إلى شل الحركة التجارية والمصالح الحكومية. كما أكد شهود عيان أن الانفصاليين أحرقوا مكتبين يعودان لجمعية الإصلاح الإسلامية التي تدعم الرئيس هادي. يشار إلى أن الحراك الجنوبي يشهد انقساماً إزاء المشاركة في الحوار الوطني الذي كان مقرراً في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى أنه أرجئ مراراً، كما يدعو الحراك إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، وكان اليمنان قد توحدا في كيان واحد في شهر مايو أيار عام 1990. هادي العلوي، بي بي سي.